يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا حصل تحدي بين الطرفين في مقابل مثلا يقول يلعب مثلا فريقان مباراة، فيقول إذا فاز هذا فيكون عليك العشاء وإذا فاز هذا فيكون علي العشاء، فما حكم مثل هذه أحسن الله إليك؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر في القواعد أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، إلا فيما ينتفع به الدين من المغالبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في مغالبة بين طرفين يكون الغرم على الخاسر والغنم للفائز، لأنها مغالبة مبنية على المخاطرة. ونقصد بالمخاطرة فقها أن غرم أحدهما هو عين غنم الطرف الآخر، وأن غنم الطرف الآخر هو عين غرم الطرف الثاني. فإذا كانت المغالبة مبنية على الغرم والغنم فإنها قمار وميسر، وحكمها أنها حرام، إلا في ثلاث مسابقات يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين ويغتفر فيها هذا الغرم، وهي المسابقة على الجمال وعلى الخيول والرماية. وإذا تأملت هذه المسابقات الثلاث التي أجاز الشارع أخذ العوض عليها من المتسابقين أنفسهم لوجدتها مسابقات تنفع في تعلم أمور الجهاد الذي ينفع في نصرة الدين، فأدخل العلماء فيها كل مغالبة من شأنها انتفاع الإسلام والمسلمين بها، كالمغالبة في حفظ القرآن، أو المغالبة في تعلم العلم، أو المغالبة في جرد الكتب والمطولات ونحوها مما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. وأما لعب الكرة ومسابقات البلاي ستيشن مثلا أو غيرها، فهذه خرافات لا شأن لها بنصرة الدين، فتبقى على أصل المنع، والله أعلم.